وتعليقا على الموقف الإسباني الجديد، قال وزير الخارجية الإسباني الأسبق والممثل السامي لتحالف الحضارات ميغيل أنخيل موراتينوس، قال إن الأمر يتعلق بخبر جيد وتصريحات الجانبين تؤشر إلى عودة الثقة. نتابع ما قاله موراتينوس في هذا الشأن خلال حوار أجراه مع الزميل دافيد لابو من إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية ميديا. تابع. هذا خبر جيد، خبر كان ينتظره كل من يؤمن بأن العلاقة بين المغرب وإسبانيا، البلدان الجاران المترابطان بحكم التاريخ والجغرافيا، لا بد وأن يواصلا تطوير علاقاتهما إلى مستويات متقدمة، وهو ما كان عليه الأمر فعليا حتى تاريخ الأزمة التي بدأت العام الماضي والتي هزت للأسف مبدأ الثقة بين البلدين. الثقة، هذا ما كان يجب التركيز على إصلاحه، وأعتقد أن التصريحات التي سمعنا خلال اليومين الأخيرين تؤكد بوضوح عودة الثقة، وخصوصا رغبة الجانبين المغرب والإسباني في تلمس آفاق المستقبل والعمل بشكل مشترك يدا في يد، ليس فقط لتقوية العلاقات الثنائية، ولكن أيضا كلاعبين أساسيين نحو بلورة سياسة جهوية في عالم يشهد تحولات ومتغيرات مع بداية قرننا 21.